انت متخيل توصل بس نصف النهائي المونديال وبعد كده هنشوف هتلاعب مين، عشان انتوا عارفين هتلاعب مين بس مش عايزين نفكر فيها دلوقتي. خلينا في البرتغال. سهله مش سهله، سهله عشان المغرب سهلتها علينا. يعني طبعا لو الكلام ده قبل ما نبدا المونديال وقلت لي المغرب هتلاعب البرتغال مش هقول لك سهله، هبقى بهزر. بس المغرب اللي بتتعادل مع كرواتيا وصيف كاس العالم 2018، اللي بتكسب بلجيكا المصنف الثاني على العالم وثالث مونديال 2018، اللي بتكسب المنتخب الاصعب ده ميسي يا جماعه. ميسي لما سالوه ايه المنتخب الاصعب في كاس العالم 2022 قال لهم المنتخب الاسباني، منتخب منظم وصعب تتعامل معاه وصعب تاخد منه الكوره. ميسي عشان برضه ما يبقاش احنا بنهول، عشان النهارده الناس قالوا لك ايه، خد بالك المنتخب الاسباني ضعيف جدا يا جماعه. هو دلوقتي بقى ضعيف؟ هو عشان المغرب كسبته بقى المنتخب ضعيف؟ لا مش ضعيف جدا، وبالعكس اسبانيا اصلا في ناس كتير كانت متوقع لها انها تعمل مفاجآت كبيره جدا في المونديال. احنا هنكمل الاحتفال وزي ما قلت لكم هنكمل الاحتفال ونروح لزميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 ومعاه عدد كبير من مشجعي المغرب، نحتفل معاهم بهذا الانتصار الكبير والصعود لربع نهائي المونديال. يا حود مشرف ومنور، والنهارده اكيد انت فرحان زي ما كلنا فرحانين وعندك جماهير كتيره فرحانه. كل التحيه ليك يا كريمه وكل التحيه لمشاهدينك الكرام في كل مكان. يوم جميل، يوم سعيد على كل العرب، وطبعا المغاربه النهارده فرحوا وشرفوا العرب كلهم بانجاز تاريخي وانجاز كبير جدا للمنتخبات العربيه وبرضه المنتخبات الافريقيه بوصولهم لدور الثمانيه. النهارده كانت ملحمه بس مش في الملعب وفي المدرجات وفي الدوحه، الدوحه كلها اكتست باللون الاحمر اللون المغربي الجميل. ومعايا طبعا الجماهير المغربيه الجميله هنا في سوق واقف، عاوز اسالهم اسئله كتيره جدا وانت برضه لو في اي حاجه انا معاك. اول حاجه مبروك، المباراه كانت صعبه جدا جدا على المنتخب المغربي، ولكن اول ما المباراه راحت لضربات الجزاء كان عندك ثقه وعندكم ثقه في ياسين بونو ان هو يعمل الفرق ويقدر يتصدى ثلاث او اربع ركلات جزاء. والله الحمد لله احنا كانت عندنا الثقه الكامله لو ما وصلنا ضربات الجزاء، هو كان ممكن نربحوا الماتش في يعني في 90 دقيقه ولا حتى في 120 دقيقه، لكن هدرنا يعني ثلاث فرص واضحه رغم ان الاستحواذ كله كان اسبانيا، لكن هذا كان اختيار لنا حنايا. هذه هي الكره الحديثه، لما وصلنا بيناتيات كنا تيقين يعني 90 80% ان بونو غادي يخرج لنا ماتش كبير، والحمد لله ما خيبناش الحمد لله. الحمد لله. شايف وليد الكراجي لغايه دلوقتي اداؤه 10 على 10 مع المنتخب المغربي، رغم ان هو مدرب جه في طوارئ ولكن جعل العالم كله في طوارئ. النهارده شفت الاداء المنتخب المغربي برغم صعوبه المباراه قدر يوصل بيها لبر الامان. المنتخب الاسباني مش منتخب سهل، شايف وليد الكراجي النهارده ادى مباراه كويسه، وفعلا المنتخب المغربي كان يقدر يعمل حاجات كتير وضيع فرص كتيره في الشوط الثاني. عاوز اعرف تعليقك. بطبيعه الحال الكراجي قالها في الماتش، قال لك دير النيه وكل شيء كيجي. الكراكي لعب ماتش كيعرف كيفاش يلعب، واخا جا هو قبل كاس العالم غير بشهرين ولكن عرف كيفاش يجري المباراه، وماشي المهم هو الاداء، المهم هو النتيجه، لان كاس العالم اصلا ماشي مهم هو الاداء، المهم هو النتيجه. وبطبيعه الحال وحتى اليوم عاون الضغط ديال الجمهور المغربي اللي كان تبارك الله في التيران اللي دار واحد الضغط اللي هو كبير، داكشي علاش تاسين بونو لعب معنا وطاك ثلاثه ديال البيلانتيات. هادشي اللي بغينا حنا ان شاء الله. دابا طامحين ما بقاش كيخلينا حتى شي واحد، اللي جا بسم الله اللي جا بسم الله قريب. المنتخب البرتغالي النهارده كسب 6-1 في مباراه صعبه جدا جدا جدا. المنتخب المغربي النهارده حتى في غياب كريستيانو رونالدو، بديل كريستيانو رونالدو قدر يحرز هاتريك. المنتخب البرتغالي كان باين عليه سهل، ولكن النهارده واضح ان المنتخب البرتغالي مش هيكون سهل. هل شايف خلاص بقى المنتخب المغربي دلوقتي اصبح من الثمانيه الكبار في العالم، ما يهموش اي حد، فرقش مع اي حد؟ صح، يعني احنا عندنا الكامل الثقه في المنتخب ديالنا، وصراحه احنا ان شاء الله طامحين وان شاء الله يعني غنقولوا الكلمه ديالنا. وكنبغي نشكر من هذا المنبر، كنبغي نشكر السي شيخ رئيس دوله قطر على التنظيم الرائع هذا صراحه، اللي يعني عطاه واحد الدرس للعالم العربي. وصراحه احنا فرحانين يعني الشعب المغربي اللي فرحنا تقريبا العالم العربي كامل، وان شاء الله احنا طامحين طامحين ان شاء الله. كنبغي نشكروا كاع جميع الامه العربيه اللي ساندتنا صراحه، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا. يعني اي منتخب لسه يجي يعني احنا يعني ما يفزعناش يعني الحمد لله. يعني كريم انا معايا كريم صديقنا، فاكر طلع معايا قبل كده من لوسيل بوليفارد، معرفش فاكره ولا لا، فاكر انت الراجل ده؟ ايوه، فهو معايا النهارده شافني جه سلم عليا، وطبعا عاوز يقول رايه. انا عاوز اسالك بقى على حاجه دلوقتي، الماتش الجاي في مشكله ممكن تكون في عدم وجود سايس
ونايف أكرد. ايوه هل شايف دي ممكن تعمل مشكله؟ وعاوز اعرف حاجه، انت النيو لوك اللي انت بتعمله والحركات اللي انت عاملها دي عاملها ازاي يا عم؟ ايه النضاره دي؟ دي نضاره الفضائيين. انت شوف العينين الكبيره والوش عادي يعني بتاع الفضائيين هذا من ناحيه، وهذه بتاع السلطعون. السلطعون هذه نعم. اما من الناحيه الرياضيه المنتخب الوطني لا يقف على احد، عندنا 26 محارب واللي جا يغطي المهمه بالشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين. عندنا مباراه ضد رفاق كريستيانو رونالدو، احنا ما كيهمناش الخصم. نعم احنا وصلنا لهذا، حققنا واحد الحلم اللي هو يعني حققنا حلم اجيال من 86، احنا نحارب من اجل هذا الحلم ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. شايف ان المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله هيقدر يعدي البرتغال، مباراه تبقى صعبه، شايف انه يقدر يعدي البرتغال، وعارف ان انت عاوز في تعمل لي كده حاجه كده معاك بتاخدها معاك الاستاد. ماشي اتكلم. الاول احنا ما عندناش مشكله يعني ربحنا اسبانيا ونربحوا يعني نربحوا البرتغال ومن بعد ممكن فرنسا، حيت عندنا معاهم حسابات في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وعندنا حسابات قديمة منذ الزمن، تاريخ يعني الاستعمار وإلى آخره. نرجعوا للمخازين، معركة المخازين ومعركة السلاح اللي جاي سلاح. أنا فخور صراحة بأن المنتخب المغربي شرف القارة الإفريقية، القارة الجميلة ديالنا، عشان يعني كأس العالم المقبلة يكون عندها تمثيلية أكثر للفرق الإفريقية. وهذه هدية للشعب الشعب المصري. انا رحت على مصر 2019 احسن ناس، وهذه هدية اليوم. اسمع اسمع كريم. عاوز اسمع منكم اغنيه بقى النهارده اللي كنتوا بتقولوها في الاستاد، جيبوها بقى الاولاد اغاني بتاعتكم بقى الحلوه دي، عاوز اسمع منكم وتسمعها. مبسوطة جدا جدا جدا، واي استفسار معاك احنا موجودين طبعا، ومعانا مصريين كتير هنا برضو، الناس كلها موجودة هنا. طيب محمود اسألهم كلهم كده، اسأل اي حد جنبك مين في رأيك كان افضل لاعب النهاردة. طيب اسألك سؤال، انت انا ما اتكلمتش معاك، اسألك سؤال، مين كان افضل لاعب في المباراة النهاردة؟ افضل لاعب هو بونو. بونو ولا مرابط؟ اكيد بونو. مرابط كمان كويس، لكن بونو هو كل شيء. مين احسن لاعب؟ هلا اول حاجه المنتخب كان كويس النهارده، لعبنا كويس الحمد لله. انا سوري ولكن كنت في الملعب، رفعوا راس الشعب العربي كلياته، ولكن الحقيقه مستوى ما كانش قد كده. احنا تاهلنا في ضربات الجزاء، ضربات الجزاء هي، واللعبه الجايه لعبه قويه قوي ضد البرتغال، احنا ما عندناش حتى زي ما انت شايف يا كريم. الناس هنا اكيد مبسوطه وسعيده بالمنتخب المغربي بالاداء الاكثر من رائع النهارده اكيد شفناه. محمود انا معاك يا كريم. محمود انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على كل الاجواء العظيمه اللي انت عاملها لنا ديت من قطر، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يا رب المغاربه على طول فرحانين مفرحين كل العرب باذن الله في المونديال. بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر نقل لنا احتفالات الجماهير المغربية والعربية بهذا الفوز الكبير الاستثنائي للمنتخب المغربي على المنتخب الأسباني. النهاردة المغرب تألقت جدا في ضربات الترجيح، والمنتخب الأسباني كان فاشل جدا في ضربات الترجيح، وبالتالي ياسين بونو هو اللي كان مميز جدا اللي عمل كل حاجة النهاردة في ضربات الترجيح.